ازيك يا حلوين، عاملين ايه؟ من اجمل وصفات اللحمه هي اللحمه البارده، تتاكل مع السندوتشات، رهيبه وجميله جدا. بنعمل اللحمه البارده بعرق الفليتو. هعمل معاكم النهارده لحمه بارده ولكن باللحمه المفرومه، وطريقه بسيطه وجميله جدا وسهله وطعم روعه وشكل جميل جدا على التقديم في العزومات والعيد. ويلا بينا نشوف نعمل ازاي عرق التربيانكو. اول حاجة معايا نص كيلو من اللحمة المفرومة، بصلاية مفرومة ناعم جدا، نص معلقة من بهارات بابريكا مدخنة، فلفل، بيكنج باودر، ثوم مفروم ناعم، وطبعا ملح. ملح دوت بنظبطه حسب ذوقنا احنا. هنزل بنص كوباية من البقسماط الناعم، بياض بيضة، وممكن نستبدله بعلبة زبادي. هقلب، هضيف له 100 جرام من اللي هي الضاني، ودي اختياري بس بتفرق في الطعم طبعا. هنزل في محضر الطعام، علشان عايزه الخليط كله يكون ناعم جدا. بيكون ناعم بالشكل ده. هفرده على ستريتش راب وهضغط كده بالمعلقة او بالسباتيولا، هضغط ولم بالشكل ده علشان اطلع كل فراغات الهواء منه. دي خطوة مهمة، دي اهم خطوة. حط كيس تلاجة من فوق كده وافرد على شكل اسطواني. كده خرجت كل الهواء، هحط بقى شرايح من اللانشون، دي خطوة اختياري زي ما انتوا حابين، بس بتفرق خالص في شكل التقديم. وهبتدي اقفل برضو الخط اللي في النص دوت، وهضغط كده لحد لما اتأكد كل الفراغات مش موجودة. علشان لما اجي اقطعها شرايح تتقطع معايا وتبقى كلها قطع حلوة. هحط لها ورقة استريتش راب تاني. الورق الاستريتش راب دوت بيستحمل درجة الحرارة، فما تقلقوش منه خالص. هلفه كده زي البونبوناية وهضغط كده من الجناب. هجيب بقى ورقة فويل اخر حاجة وهلفه في ورقة فويل وهضغط بالشكل دوت. هحطه على الرف الوسطاني في الفرن، طبعا مشغلة الفرن قبلها، لمدة 60 دقيقة، واقلبه كل 10 دقايق على الاتجاه لكل اتجاه 10 دقايق. وده شكله بعد ما خرج من الفرن بعد 60 دقيقة. طبعا قلبته كل شوية، اقلب فيه كل 10 دقايق علشان يتحمر من كل الاتجاهات. طبعا هو سخن، انا مش قادرة امسكه. شايفين بقى لونه عامل ازاي؟ عايزة اقول لكم كمان اللي هي الضاني كمان خلت ريحته جميلة جدا، وهي اللي ادت درجة التحميرة دي الجميلة. انا هسيبه يبرد خالص، وده شكله بعد ما برد. ضروري جدا نسيبه يبرد خالص علشان نعرف نقطعه. بصوا كمان اللانشون من جوه مدي شكل حلو جدا. عايز اقول لكم طعم وريحه تحفه جدا، وشكل هيبهر كل ضيوفك. اتمنى يكون الفيديو كان خفيف على قلوبكم. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو. صحتين وهنا.